اذكر جهاز يمكن أن تلتقط به صورة. موبايل. سمي أصابع اليد. خنصر. لعبة رياضية تجري على شكل أشواط. كرة قدم. سمي آلة وترية. العود. شيء يمكن أن تراه على شاشة قناة فضائية. إعلانات. برافو. فريقه قوي استاذ محمد. حيدور عنده معلومات. الله يا سلام. مبروك. إذن خلينا نشوف النقاط اللي جبتها. شفت؟ استاذ حيدر سألتك 5 أسئلة وجاوبت عليها بدقة وبسرعة وأهنيك. لكن خلينا نشوف ايش قد جابت لك نقاط. السؤال الأول كان اذكر جهاز يمكن أن تلتقط به صورة. قلت موبايل والموبايل جاب لك 20 نقطة. السؤال الثاني سمي إصبع من أصابع اليد. قلت الخنصر. نعم. خنصر. خنصر وجاب لك 21 نقطة. الآن 41 نقطة عندك. السؤال الثالث لعبة رياضية تجري على شكل أشواط. قلت كرة القدم. كرة القدم. شوطين وأكو شوط إضافي و30 نقطة. صح. السؤال الرابع سمي آلة وترية سهلة عليك. العود. العود يا أبو العود. العود جاب لك 22 نقطة. برافو. 93 نقطة. إذن السؤال الخامس شيء يمكن أن تراه على شاشة قناة فضائية. قلت إعلانات. إعلانات. والإعلانات جابت لك 15 نقطة. مبروك. 108 نقطة عندك. إذن رقم هائل. خلينا نشوف عمر كذي يجيب. تفضل أستاذ حيدر. 108. مطلوب من عمر يجيب لنا 92 نقطة ويخلي فريق شمس يفوز بالجائزة قيمتها 10 مليون دينار. إذن خلينا نشوف الفنان عمر. تفضل. تفضل أستاذ عمر. تفضل هنا. طيب أستاذ عمر بشروني فاز. زين. 108 نقطة حصل حيدر وإحنا رايدين 200. هو 108 جاب. أنت لازم تجيب 92 نقطة على أسئلتنا الخمسة. ماشي؟ تمام. خلال 25 ثانية راح أسألك. تمام. السؤال اللي ما تعرفه قل لي باس حتى أجلك إياه فيما بعد. تمام. أما إذا طلع لك هذا الصوت يعني عيد الجواب لأنه سبق وأن جاوبه حيدر. ماشي؟ تمام. خلي نسأل السؤال الأول وركز. اذكر جهاز يمكن أن تلتقط به صورة. كاميرا الفوتوغراف. سمي أصابع اليد. سبابة. لعبة رياضية تجري على شكل أشواط. كرة السلة. سمي آلة وترية. الكمان. شيء يمكن أن تراه على شاشة قناة فضائية. لوجو شعار. برافو.